أهلا بحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في فقرتنا في صباح الخير يا مصر. المركز المصري للدراسات والفكر أعد دراسة بحثية عن مبادرة حياة كريمة، استعرض من خلالها النقاط المضيئة اللي وضحت جهود الدولة في تغيير واقع أكثر من 4500 قرية على مستوى محافظات مصر، والأسلوب العلمي اللي تم اعتماد عليه لتوفير كل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن المصري. تفاصيل وأرقام وإحصائيات هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي من خلال ضيفتنا اللي موجودة معانا عبر تطبيق الزوم، الأستاذة هبة زين العابدين الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. صباح الخير عليك يا أستاذة. صباح الخير يا وسام، صباح الخير يا محمد، صباح الخير على صباح الخير المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. في البداية يعني خلينا نبدأ بأهم محور في الدراسة اللي أعدها المركز، وهي إزاي قدرت مبادرة حياة كريمة تغيير واقع الكرة في كل المحافظات المصرية؟ بداية الدراسة اللي احنا عملناها أو الإصدار اللي تم إصداره من خلال المركز كان تناول عدة محاور. خلينا الأول قبل ما نشوف هو إيه اللي حصل أو الوجه الريف اتغير إزاي، خلينا نتكلم الأول قد إيه الريف كان بيعاني في الفترة الأخيرة، قد إيه كان فيه فجوة حضرية وفجوة في المرافق والخدمات ما بين الريف والحضر. هنلاقي مثلا إن إحنا كان عندنا الصرف الصحي في الريف لا يتخطى تغطيته أكثر من 47%. هنلاقي مثلا ان المياه ما كانتش كل المباني اللي موجوده في الريف بتتمتع بمياه شرب، هنلاقي ان فيه ان 95% من الريف ما كانش هم دول اللي عندهم تغطيه عامه. هنلاقي مثلا ان في 140 الف اسره لسه بتعتمد على حنفيه المياه العموميه، ما عندهمش حتى حنفيه مياه جوه المسكن اللي هم موجودين فيه. لسه في 37% من سكان الريف بيعتمدوا على الطرمبه علشان يعني يحصلوا على الميه. هنلاقي ان في مشكله غذاء موجوده في الريف، لان مشكله ضعف الوصول للغذاء هنلاقيها وصلت ل 8.8%. هنلاقي ان الوضع فعلا كان في الريف كان مزري جدا، وما كانش في اي عمليه تصوير بتحصل. اي تصوير كان بيحصل في المراكز المحافظات، ده اللي كان نوعا ما كان بيتحسن، بس طبعا كان المشروعات اللي بتتم في مراكز المحافظات دي كانت غير كافيه تماما لتغيير وضع السكان وان هم يحسوا بفارق في حياتهم وفي جوده حياتهم اليوميه. وده يخلينا يا استاذ هبه نسالك عن واقع او معدل الفقر في هذه القرى اللي تم تطويرها كان عامل ازاي وفق ما جاء في الدراسه. الحقيقه ان الفقر في الريف كان عالي جدا. هنلاقي ان في قرى في الريف هنلاقي نسب الفقر فيها تتعدى 90%. يمكن ان احنا اعتمدنا في الدراسه دي على البيانات الرسميه، واللي كانت اساس ليها كانت بحث الدخل والانفاق، وعلى الرغم ان كان بحث الدخل والانفاق الاخير اللي هو كان في 2019-2020 ما كانش قادر انه يعني لسه ما كانش شاف كتير من حجم التطوير اللي حاصل دلوقتي، الا ان كانت بوادر المشروع بتاع حياه كريمه كانت ابتدت تظهر على معدلات الفقر اللي موجوده في الريف. هنلاقي مثلا ان كان في 2017 و2000 سنه 2017 2018 كانت معدلات الريف في مصر عموما كانت 32.5%، في حين ان هي بقت 19-20 كانت 29.7%. يعني هنلاقي ان معدلات الفقر في الدوله عموما قلت 3%، ده بسبب المشروعات اللي تمت في الريف. طب خلينا ناخد نظره اعمق شويه على الريف، ايه اللي حصل فيه؟ كانت الوضع عامل ازاي؟ هنلاقي ان نسب الفقر في الوجه البحر في الوجه الابلي كانت هي الاعلى من بين الاقاليم الجمهوريه. هنلاقي مثلا ان هي كانت في 17 18 كانت 51.9%، يعني تقريبا عشان كده في تركيز كبير جدا على قرى الريف في وجه ابلي في الوجه الابلي، في حين ان هي كانت 19-20 يعني بعد شويه صغيرين من التطوير ابتدت تكون 48%، واللي اكيد هتلاقي تحسن كبير في الدراسات القادمه من الجهاز المركزي ان شاء الله. بكل تاكيد بعد ما بننتهي من اي مشروع بالتاكيد النسب بتنزل. اكيد طبعا، وطبعا ده برضه بتاثر في وجه بحري، يعني هنلاقي مثلا ان كانت 17 18 هنلاقي كانت النسبه 27.3%، انما في 2019-2020 كانت النسبة 22%، يعني قلت 5% بس خلال الكام شهر اللي ابتدينا نعمل فيهم شوية تطوير في الريف. عظيم. طيب
وطبعا يعني خليني كمان يعني نقول شويه تفاصيل اكتر عن نسب الفقر. هنلاقي ان اكتر ناس كانت متاثره بالفقر في الريف كانت الناس اللي عند اسر حجم الاسره بتاعتها كبير، وده بيحطنا تاني قدام ازمه الزياده السكانيه، وان الولد بيجي برزقه. لا، الاسطوره دي يا جماعه، لا دي بتجيب لكم الفقر، مش بتجيب رزق. يعني هنلاقي مثلا ان احنا عندنا الاسر اللي حجمها اكبر من 10 افراد، هنلاقيها 80% منهم ما زالوا بيعانوا من فقر لحد دلوقتي، في حين ان النسبه دي لا تتخطى 7.5% في الاسر اللي حجمها لا تتعدى الاثنين، يعني فردين في الاسره. برضو كانت موضوع التعليم كان عامل مؤثر بشكل قوي في معدلات الفقر. هنلاقي مثلا ان معدلات الفقر في الاميين واللي بيقروا ويكتبوا كانت حوالي 36%، في حين ان هي كانت لا تتعدى 9% ما بين الجامعيين. طب استاذه هبه، لو بنتكلم عن المرحله الاولى من مبادره حياه كريمه، لو في نقاط مضيئه تم العمل عليها لتحسين مستوى الخدمات في هذه القرى هتكون ايه هي؟ مبدئيا المرحله الحاليه او المرحله الثانيه اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي صعب جدا ان احنا نقدر نحدد ارقام معينه ليها، لان الحقيقه ان كل يوم الارقام بتتغير، كل يوم في حجم تطوير بيحصل على مختلف القرى. انما اللي نقدر نتكلم عليه بسهوله او اللي حصل فعلا في المرحله الاولى، اللي هو المرحله الاولى، هنلاقي ان في اكثر من 600 مشروع حصلوا في 377 قريه. ده طبعا ده على مدى 11 محافظه. هنلاقي ان استفاد من المشروعات دي او 600 مشروع اللي حصلوا دول، هنلاقي استفاد منهم 756,000 اسره. او خلينا نسهل الارقام زي ما سياده الرئيس دايما بيعتمد على كده علشان الناس تحفظ الارقام شويه، ان احنا يعني 3/4 مليون اسره استفادت من ثمار المرحله الاولى. دوت طبعا كان المشاريع كانت مختلفه، سواء في حصل 88 مشروع ميه، 365 مشروعات طرق وتحسين بنيه تحتيه. هنلاقي ان في مشاريع حصلت 51 وحده صحيه اتبنوا على القرى. هنلاقي ان في رفعت كفاءه عدد كبير من المنازل، حوالي 8000 منزل. ده في 43 قريه، ده غير طبعا القوافل الطبيه اللي ابتدت تنزل علشان تحسن مستوى الصحه اللي موجود، واللي طبعا الفقر كان بيأثر فيه، لان الفقر كان يضطر بعض الناس ان هم يهملوا الجانب الصحي والغذائي والتعليمي في سبيل الحصول على الغذاء فقط. عظيم، حضرتك قلت نقطة مهمة جدا دلوقتي يا فندم، اللي هي نسبة الفقر مرتبطة كمان بالزيادة السكانية وعدد الأسر. كنت بتشوفوا عدد أسر بيصل لسبع أشخاص، يعني في أسرة واحدة 7 أشخاص. فعايزين نعرف برضو حملات التوعية للمرأة الريفية عاملة إيه، وهل بتؤتي ثمارها؟ هل بنلاقي استجابة من المرأة الريفية في هذه القرى؟ لا، هي مش بتبقى 8 7 أفراد، لا ده في كمان حجم أسر بيتعدى 10 أفراد. الحقيقة كانت من مرتكزات المشروع أن هو بس مش مجرد تطوير للحجر، وأن هو يعني يعدل شكل البيوت أو يعدل شكل الطرق، أو أن احنا نعمل بس شوية مواسير للصرف الصحي أو المية. لا، احنا بنغير ثقافة الناس اللي موجودة هناك، وفعلا وده كانت من أحد المرتكزات اللي موجودة للمشروع، أن هو يحسن حياة الإنسان. وبالفعل ابتدت ان هي تنزل المشروعات او قوافل لتوعيه الناس بقد ايه مهم ان انت تنظيم الاسره، وان قد ايه ده بيحسن من حياتكم. وبالفعل ابتدت ان الناس تتجاوب مع ده، وان هي ابتدت ان هي توافق على مشروعات تنظيم الاسره، خاصه ان وزاره الصحه ابتدت تقدم ده بشكل مجاني كمحاوله ان هي تحل الازمه. عظيم. أستاذة هبة، يعني لو بنتكلم بقى على المستوى التعليمي، إيه أبرز ملامح الخطة اللي تم وضعها للارتقاء بهذه المنظومة، خصوصا لو يعني كنا بنشوف تحديات في الفترة اللي فاتت؟ تمام. المرتكز الثاني للمشروع حياة كريمة كان تحسين أو بناء الإنسان المصري. بناء الإنسان المصري مش بس إن هو نبني له بيوت، لا ده كانت
ان احنا نوفر له تعليم كويس، نوفر له صحه كويسه. المستهدف من المشروع ده ان هو يبني 14,000 فصل جديد. الواقع في الريف ابتدى يحصرنا ان احنا ساعات ما بنقدرش ان احنا نبني مدرسه بشكل متكامل. لا، ابتدينا ان احنا طب خلينا بشكل الفصل الموحد لكل منطقه ريفيه او تجمع سكني علشان نقدر نستقطب اكبر عدد ممكن من الناس اللي موجوده في المنطقه دي. فمن المستهدف بنهايه المشروع انه يتم بناء 14,000 فصل جديد ورفع كفاءه 25% من المدارس اللي موجوده حاليا. جميل. طيب استاذه هبه، انا عايز اسال حضرتك عن فرص العمل. من المعروف طبعا انه المناطق الريفيه ما بقاش فيها فرص عمل، فالناس بتهجر هذه القرى وبتذهب الى المدن. طبعا بيكون في كثافه سكانيه في المدن نتيجه البحث عن فرص العمل وعن لقمه العيش. دلوقتي احنا عملنا مشروعات داخل هذه القرى، فعايز اعرف من حضرتك ايه اللي موجود، الارقام الموجوده في التقرير عن فرص العمل اللي تم توفيرها اثناء عمليه الانشاءات، وبعد ما تتم العمليه او عمليه الانشاءات بشكل تام هيوفر فرص عمل قد ايه من ابناء هذه القرى؟ مظبوط يا استاذ محمد، هو كانت فعلا الفكره في الريف ان هو كان الناس دايما بتشتكي احنا بنشتغل يوم وعشرة لا، يعني دايما الجمله دي كنا نسمعها دايما من ابناء الريف. ليه؟ لان كانت في الريف كان في مشكله كبيره حاصله هناك، اللي هي ان عندهم بطاله موسميه. الناس دي بتشتغل في الزراعه، بتقدر ان هي تشتغل كام يوم الاوقات بتاعت الحصاد، وبعد كده طول ما الزرع بينمو هم قاعدين في حاله بطاله. فكانت بنلاقي ان الناس دي بتضطر ان هي تنزل للحضر علشان تدور على مشروعات تقدر تشارك فيها او تدور على شغل في الحضر. فده كان بيعمل لنا ازمه هجره داخليه. انما دلوقتي لا، الوضع اختلف. لا، دلوقتي بقت كل محافظه وكل قريه بقى فيها مشروعات بتحصل، في يعني ثوره تنمويه بتحصل في كل المحافظات. لو مش على مشروعات حياه كريمه هنلاقي فيه مشروعات اسكان، هنلاقي فيه مشروعات طرق. فتقدر كل الفئات، العماله الهامشيه، كل المشروعات دي محتاجه كل الفئات، يعني سواء اللي هم الاميين او اللي بيقروا يكتبوا او ما قبل التعليم الاساسي، كل دول هيقدروا يشتغلوا كعماله فنيه. برضه المشاريع دي محتاجه العماله الجامعيه اللي هي كمشرفين، كمحاسبين، كمهندسين، فهي هتقدر ان هي تستوعب كل حالات البطاله اللي كانت موجوده سواء في الريف او في حضر المحافظات دي. الحقيقه المشروعات دي كمان من نوع كثيفه العماله. والمميز كمان في مشروع حياه كريمه ان هو 100% عماله مصريه. طيب المستهدف ايه من بنهايه المشروع ده؟ ان احنا يبقى معانا عماله مؤقته اللي هي طبعا بتنفذ المشروعات حاليا اللي احنا لسه متكلمين عليها دي. اللي بتنفذ بايدها طبعا هيكون لازم يكون في مشروعات دائمه تستوعب الناس دي بعد ما المشروع ما يخلص. فمن المستهدف ان هو يتم ضخ 1.4 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. بيتعمل لهم طبعا قاعده بيانات. ايه؟ بيتعمل لهم قاعده بيانات عشان نعرف ان العامل ده بيشتغل كذا، فيبقى عندي بياناته ومعلوماته. بالظبط. في حاليا مسح العماله اللي موجوده والحرف اللي هم بيقدروا يتعاملوا معاها. وطبعا بيتم اقامه 333 او مجمع حرفي يضم الناس دي، تقدر ان هي تشتغل في مشروعات تتوافق مع المهنه بتاعتهم او الحرفه اللي هم بيقدروا يعملوها. وطبعا هيتم توفير حملات تسويق عشان يقدروا يسوقوا منتجاتهم بسهوله، مش مجرد ان هم عمالين بينتجوا مش عارفين يسوقوا ده. واللي هيكون مشرف على عمليه التسويق واداره المجمعات الحرفيه دي القطاع الخاص ان شاء الله، علشان تكون الاداره قويه وسريعه يعني تبتعد شويه عن البيروقراطيه، ودايما فيها تحرك وتجديد طول الوقت. عظيم. أستاذة هبة، يعني حضرتك اتكلمتي عن نقطة مهمة وهي بناء الإنسان. يعني شفنا فرص عمل، مشروعات إنتاجية، تطوير في التعليم، تنظيم الأسرة، الطرق، الحاجات دي كلها. هل في تغييرات ملموسة إحنا بقى لاحظناها على يمكن أهالينا في القرى في الفترة دي؟ طبعا، يعني إحنا لو شفنا التقارير اللي بتنزل كل شوية في على موقع المشروع حياة كريمة وعلى الصفحة الرسمية بتاعتهم، وقد ايه هم بيتقابلوا مع الناس
وطبعا مشروع حياة كريمة هو في الأول عمل طريقة مختلفة لإدارة الموقف، إن هو ابتدى يسأل الناس في الأول أنتوا محتاجين إيه؟ أنتوا عايزين إيه؟ إيه المشروعات اللي أنتوا عايزينها؟ إيه اللي أنتوا محتاجينه في بيتكم يتعدل؟ علشان تكون كل منطقة نقدر نوفر أعلى قدر من الرضا للمواطن المصري أو المواطن الريفي اللي عانى لسنين. ابتدت طبعا لقينا ان في شباب واطفال كتير كانوا بيعانوا ان هم ما عندهمش اي اماكن يقدروا يخرجوا فيها، اي اماكن ثقافيه يعملوا فيها نشاط رياضي. ابتدى انه يحصل حصر للاماكن اللي محتاجه مراكز شباب ومحتاجه لساحات لممارسه الرياضه. فهنلاقي مثلا ان هو هيتم انشاء وتطوير 1000 مركز شباب، هيتم توفير مشاغل للخياطة والأعمال الحرفية علشان تستوعب المرأة المعيلة اللي موجودة هناك وقد إيه، ويحصل لها تمكين اقتصادي. دي أحد المستهدفات الخاصة بالتنمية المستدامة لمصر 2030، وده كانت يعني وقد إيه كانت المشروعات اللي موجودة في حياة كريمة كانت بتتوافق مع خطة الأمم المتحدة 2030، وقد ايه هي كانت بتنفذ كل ال 17 هدف المطلوبين للامم المتحده. عظيم استاذه هبه، كل شكر لحضرتك. الاستاذه هبه زين العابدين الباحثه في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا يا فندم.